اهلا بكم في هذه التغطيه الخاصه اللي بنقدمها لحضراتكم مع بدء العد التنازلي لمباراه القمه. خلاص كلها ساعات وتنطلق المباراه الاهم في بطوله الدوري العام للموسم الحالي بين قطبي الكره المصريه، النادي الاهلي ونادي الزمالك، واللي هتتلعب على ملعب السلام الدولي. النادي الاهلي بيدخل المباراه او بيدخل القمه 124 وفي رصيده 40 نقطه جمعها من 17 مباراه، بينما بيدخل نادي الزمالك المباراه وهو متصدر لجدول البطوله برصيد 44 نقطه جمعها من 20 مباراه. معنا نجم النادي الاهلي الاسبق كابتن احمد عادل اللي هنتكلم معاه عن كل حاجه وتفاصيل القمه ورؤيته للمباراه هتكون ازاي. اهلا بيك يا كابتن ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. حبيبي سعيد طبعا بمداخلتي معاك، واكيد اصلا المباراه مهمه لكلا الفرقتين، اكيد مباراه قمه ان شاء الله تليق باسم مصر واسم الكره المصريه اكيد باذن الله. ان شاء الله طبعا تكون مباراه مميزه ويعني نخرج بيها اهم درس فيها الروح الرياضيه واللعب النظيف. عاوزين في البدايه نعرف من حضرتك او نعرف منك حظوظ الفرقتين عامله ازاي في المباراه. بص دايما احمد في المباريات اللي هي القمه ومباريات اهلي وزمالك، يعني انا لعبت خمس مباريات قمه فعارف كويس وشكل الاجواء بتبقى عامله ازاي. يمكن اكيد زي ما بنتكلم دايما مباراه القمه ما لهاش توقعات، يعني لكن ما بيبقاش ليها توقعات حتى بالاداء بتاع النادي الاهلي طوال مدار الموسم او نادي الزمالك مدار الموسم، لكن المباراه بيبقى ليها طبع خاص وتتوقف عليها. من اهمها حاله اللعيبه يوم المباراه والتحضير ليها كويس من جانب الاجهزه الفنيه، يعني مهم جدا ان انت تبقى محضر للفرقه بشكل جيد. اكيد المباراه زي ما قلت في البدايه ان هي تليق باسم الفرقتين، يعني يبقى فيها روح رياضيه بشكل كبير جدا، وخصوصا دي قمه مصريه واكبر قمه في الوطن العربي وعلى مستوى افريقيا، فاتمنى ان هي تخرج خروج امن سواء كانت النتيجه، لكن ده اللي انا اتمناه يعني، والامور الفنيه ان شاء الله نتكلم فيها. طيب بعيدا عن الحظوظ الفرقتين او التوقعات، يعني لو جينا نحط مجموعه من العناصر، لو فرقه من الفرقتين قدرت انها تحققها بشكل كامل او تحقق العلامه الكامله في العناصر ديت، نقدر نقول ان كفتها هتبقى ارجح في انها تفوز في المباراه. فايه هي العناصر المهمه لاي فرقه من الفرقتين لو عاوزه تحسم الماتش بدري وتحسم المباراه لصالحها؟ اكيد الاستقرار في التشكيل، الاستقرار في التشكيل وانا اللي بشوف ان هنا بجانب النادي الاهلي هو بشكل اكبر الاستقرار في التشكيل، اكبر عناصر خبرات يبقى موجود داخل النادي الاهلي. طبعا حاجه كانت مؤثره على نادي الزمالك هو يعني الصفقات، ان نادي الزمالك ما قدرش يعمل صفقات، ده بان اكتر لما اللعيبه بتاعت اللعيبه الدوليه نادي الزمالك بتروح المنتخب ما بيبقاش فيه البديل المناسب عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده قوام اساسي وعنده قوام قائمه بتتكلم في حوالي 25 لعيب او 27 لعيب من مجموعه اللعيبه الصغيره اللي بتبقى موجوده داخل قوام النادي الاهلي. بنشوف حتى اللعيبه الدوليه في النادي الاهلي لما بتبقى في المنتخب ما بتحسش ان في فرق كبير جدا لان في البديل المناسب. وانا زي ما بتكلم دايما المهم جدا في الفرق الكبيره او في الفرق البطوله ان انت يبقى عندك ال 25 لعيب جاهزين ان هم يلعبوا، جاهزين يبقى رجليهم في الملعب، عشان كده ما بتغير في طريقه اللعب ما كان سواء قبل كده مع مستر موسيماني ما بتحسش ان في تغيير بشكل كبير جدا لان البديل بيؤدي الدور الاساسي بشكل جيد يعني. طيب. انا شايف ان الحاله الفنيه والبدنيه كفتها ارجح في النادي الاهلي. طيب جميل، انت كده بتتكلم عن الحاله الفنيه والبدنيه وايضا الاستقرار في التشكيل، ولكن في نقطه يعني قد تراجح كفه الزمالك من النقاط الكتير اللي هي بتحسم في نهايه المطاف المباريات اللي زي ديت، وهي القصه الخاصه بالمدير الفني. يعني نادي الزمالك بيقوده في القياده الفنيه الكابتن فريرا، اما الاهلي بيقود المباراة التالتة اعتقد على التوالي كابتن سامي قمصان طبعا اللي بعد رحيل موسيماني. فهل انت شايف ان دي ممكن تأثر، يعني الزمالك عنده مدرب بيطبق فكر بقاله اكتر من شهر في حين ان النادي الاهلي لسه كابتن سامي قمصان بيقود، احنا طبعا كابتن سامي قمصان موجود قبل كده ولكنه بيقود في موقع الرجل الاول من ثلاث مباريات، يعني من حوالي اسبوعين او 10 ايام بالكتير، فهل ده هيأثر على شكل النادي الاهلي في المباراة ولا مش هتكون مؤثرة نقطة زي دي؟ بس يمكن زي ما بتكلم دايما ان برضه انت بتتكلم في كابتن سامي قمصان برغم صغر السن لكن كان عنده تجارب جيده، فسواء الراجل الاول كان قبل كده مع حرس الحدود وقدر ان هو يصعد دوري ممتاز والحاجات الايجابيه اللي حصلت داخل النادي الاهلي، زي ما بقول دايما ان الجهاز كله ما اتغيرش على كابتن سامي قمصان وان هو بقى الراجل الاول،
وأداؤه الفترة الأخيرة، يمكن آخر ثلاث مباريات زي ما اتكلم عبد الرحيم موسيماني هو على دراية كاملة بالأمور الفنية داخل الفرقة، وده ظهر في المباريات. يعني ظهر في المباريات كابتن سامي مصان كمان، انت مهم جدا تبقى مدير فني النادي الاهلي او على راس الجهاز في النادي الاهلي. الشخصيه القويه، يمكن الرؤيه برضو الفنيه، يمكن كان اللي انا عارفه من داخل برضو النادي الاهلي ان كابتن سامي مصان كان ليه وجهه نظر مع مستر موسيماني قبل كده، بس انت عارف مستر موسيماني بيبقى ليه دماغ لوحدها كده بيتصرف، يعني اللي هو ممكن ياخد اراء لكن الفكر بتاعه او تنفيذ قراراته هو اللي بيبقى منفرد فيها. هو بيبقى القرار الاول والاخير. القرار الاول والاخير طبعا المدير الفني، يمكن انا زي ما بقول دايما اكيد على راس الاداره الفنيه مع كابتن سامي مصان في المباراه. انا بتوقع ان هو هيديرها بشكل جيد، مع طبعا استقرار زي ما انت اتكلمت في مستر فيريرا مع نادي الزمالك. فهنا هيبقى فيه زي سجال فنيا بين اللي انا اتوقعه، سجال فنيا بين اللي هيرجع برضه طريقه اللعب اللي هيلعب بيها النادي الاهلي واللي هيقدر يفرض طريقه لعبه في الماتش. هنا طريقه اللعب او اسلوب اللعب اللي هيلعب فيها اي مكان المدربين الفنيين دي اللي انا بشوف ان هي هترجح كفته، وخصوصا ربع ساعه او ربع ساعه هيبان الرؤيه في الشكل الهجومي للفريقين او الشكل الدفاعي، فاتوقع انها تبقى مباراه كبيره اكيد يعني. طيب مين لو جينا نتكلم عن اسماء، يعني مين في الاهلي يقدر يصنع الفريق؟ يعني قد تكون المباراه متعقربه زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، ولكن في بعض اللاعبين بتقدر من كوره واحده او من ترقيصه او من يعني سهو الدفاع مثلا يقدر يصنع الفرق ويحرز هدف. مين في الاهلي يقدر يعمل الكلام دوت؟ بص انا ما يميز النادي الاهلي ان هو عنده مفاتيح اللعب كتير. يعني انت عندك مفاتيح اللعب كتير، وانت عندك حوالي 7 أو 8 لعيبه ممكن يعملوا لك فارق. ده اللي انا بشوفه في المباريات او على مدار السنين الاخيره للقوام دوت اللي موجود داخل النادي الاهلي. عندك واحد زي احمد عبد القادر بيعمل فرق بشكل كبير جدا. صحيح. حسين الشحات في الفتره الاخيره برضو بيأدي بشكل جيد. ابتدى زلزل بعض الشيء في المستوى، لكن في الفتره الاخيره مستواه جيد ممكن يعمل لك فارق. عندك انا بشوف من اهم مفاتيح اللعبه في افريقيا علي معلول برضو بيبقى ليه دور بشكل كبير جدا في الشكل الهجومي. تكمله عمر السليه من نص الملعب ده ممكن يقدر يحرز لك اهداف او يعمل لك اسيست. مع طبعا هداف محمد شريف، محمد شريف من النوعيه اللي بيعرف يجيب جول، اللي بيعرف يلعب على الجول كويس. احنا كده تقريبا اتكلمنا عن فرقه الاهلي كلها، فكده الزمالك انا كلمتك فيه هيواجه خطوره من اكثر من مكان في الملعب. ده ما يميز النادي الاهلي، ما يميز النادي الاهلي ان انتوا عندهم مفاتيح لعب كتير جدا. فاهمني؟ بص هتلاقيني ما كلمتكش على محمد هاني، محمد هاني اداؤه دفاعي بشكل كبير جدا عكس المطلوب منه. فاهمني؟ يعني على مستوى في المباريات او الثبات او خناق ان انت ما بتطلعش كتير زي علي معلول. فهنا ما كلمتكش على هاني، ما كلمتكش على بعض اللعيبه، اليو ديانج ما كلمتكش على ديانج، ما كلمتكش على حمدي فتحي. لكن دول ليهم ادوار دفاعيه بتبقى مطلوبه منهم من الجهاز الفني، لكن على الادوار الهجوميه زي ما كلمتك على 6 أو 7 لعيبه دول مع وجود قفشه طبعا وحاله الوسط بين الدفاع والهجوم. فهنا برضو ده مهم جدا في طريقه اللعب. يمكن كان انتقادي لمستر موسيماني ان انت تلعب بطريقه لعب 4-3-3 أو 3-4-3، مش دي الطريقه المناسبه للاداء اللعيبه اللي معاك. عشان كده هتشوف احمد ان كل المباريات الاخيره قفشه ما بيلعبش. صحيح. الشريك ما بيلعبش، فاهمني؟ مع ان دول اقوى من اقوى المفاتيح اللعب اللي في النادي الاهلي اللي انت ما استغلتهمش الفتره الاخيره نظرا لطريقه اللعب. لكن لما تلعب ب 10 4 2 3 1 تلعب برقم 10 وقفشه بيقدر كل شويه ان انت ممكن توصل لجون. حتى في الفرق اللي انت بتلعبها لو قفل لك طرفين الملعب بطريقه 4 3 3 فانت كده هنا بتعطل. لكن لما بتغير الطريقه على طول بتلعب 4 2 3 1 فاقشه ممكن تهاجم من على الاطراف، ممكن تهاجم من قلب الملعب، وده اكيد ما يميز النادي الاهلي. طيب اخيرا انت قلت لي في بدايه حديثنا ان انت فرقت في 5 مباريات قمه، عاوزينك تقول لنا ذكرى مش هتنساها مع مباريات الاهلي والزمالك او مباراه من ال5 مباريات اللي انت قضيتها مع الاهلي والزمالك، وازاي بيكون شعور اللعيبه في المباريات اللي زي ديت قبل واثناء وبعد المباراه؟ اكيد الشعور بيكون مختلف عن الجمهور، بيكون مختلف عن المدير الفني، يعني مباراه كل مصر مش مصر بس، الوطن العربي كله بيتابعها. فعاوزينك تكلمنا عن ذكرى مع مباراه القمه وشعورك ايه او شعور اللعيبه بشكل عام في المباراه دي بيبقى عامل ازاي؟
هو يمكن اكيد وكل مصر تفتكرها مباراه 4-3، مباراه 4-3 في نهائي الكاس حقيقي كانت من امتع المباريات اللي بين الفريقين، من امتع المباريات في تاريخ الفرقتين اساسا. ده حقيقي فعلا، مباراه بتجيلك وتروح وبعد كده تروح لهم بعد كده ترجع لك تاني. صحيح. كانت دي كانت من اميز الـ 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 البطولات حتى اللي خدتها مع النادي الاهلي، دي كانت بطوله كاس مصر. فانا بشوف ان دي كانت من احسن المباريات في اهلي زمالك او القمه اللي انا كنت موجود فيها. زي ما قلت لك كان ليها كواليسها كتير جدا، وكانت كواليس مهمه. يمكن دي الروح زي ما بتكلم داخل النادي الاهلي على طول اوضه اللبس، بشوف انها من اقوى اوض لبس الموجوده في افريقيا. كونك ان انت عندك لعيبه كبيره عندها مسؤوليه، عارفين قيمه النادي الاهلي كويس، مقدرين قيمه اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. لا كانت من اوضه افادتني بشكل كبير جدا طوال مسيره حياتي بعد ما مشيت من النادي الاهلي. لا كان عندنا قوام اساسي للفرقه، بتريكه بركات، حضري، شادي محمد، عماد النحاس، وائل جمعه، وكابتن اسامه حسني اعتقد هو هدفين، احمد بلال، واسامه حسني. لا لعيبه كبيره جدا، وعندك 25 لعيب نجم. صحيح. 25 لعيب بيجيلهم في الملعب، اسلام الشاطر، في يعني لعيبه كتير يعني جامده جدا، حسن مصطفى، شادي محمد، كل الاهلي والزمالك قدموا مباراه للتاريخ. احنا الزمالك انت عندك برضو كان عندك كان عندهم تيم قوي جدا، بتلعب الاباني، بتلعب تامر عبد الحميد، بشير التبعي، احمد غانم سلطان، قدام جمال حمزه، ابو العلا، شكابالا، عمرو زكي. لا كانت مباراه ممتعه بصراحه، مباراه من امتع المباريات اللي خاضها النادي الاهلي ونادي الزمالك. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد عادل الكابتن النادي الاهلي السابق على وجودك معانا، ويعني ان شاء الله تكون مباراه ممتعه لكلا الفريقين، وفي نهايه المطاف اللي يكسب هو الافضل. بشكرك. شكرا جزيلا. خلينا نذكر حضراتكم ان مباراه الاهلي والزمالك مؤجله من الاسبوع العشرين لمسابقه الدوري الممتاز. واستقرت لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم برئاسه كابتن عصام عبد الفتاح على اختيار الحكم الاسباني خوسيه لويس مونويرا لاداره اللقاء، يعني لقاء الاهلي والزمالك القادم هيكون بقياده اسبانيه، علشان يعني نقدر نقول ان المباراه هتكون مستمره تحت القياده الاسبانيه لحد نهايتها. بشكركم على حسن المتابعه. دي كانت كل التفاصيل الخاصه بمباراه النادي الاهلي والزمالك، وكان معانا كابتن احمد عادل كلمنا عن ذكرياته مع المباراه وكل التفاصيل الخاصه بتوقعاته ليها وشكل النادي الاهلي والزمالك فيها. بشكركم مره تانية، كان معاكم احمد الجعفري، والى اللقاء.